سهله شتي سهله يا اختي. ها يلا قولوا لي يا ام حسن، بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو. الله يرحم لكم الوالدين. كلشي في اليد اليوم 99 سنتيم. شوفوا البنات لماس هادو خديتهم، كلشي يا البنات اليوم 99 سنتيم. لماس البنات من 3.99 لا مارك ديال ارنستو، اليوم اختي صاباس 99 سنتيم. القتبال المشاوى كلشي اختي 29 سنتيم. واحد النتيجه صادمه لدرجه انني قلت غادي نبارطاجيها معكم ضروري اختي، ما نقدرش هادي نخليها غير عندي أنا. خصكم بشرى هي فلاكيس، هادو هما المشتريات ديالي اليوم من ليدل اللي حداش اللي ضطر ليه. كلشي اختي اليوم 99 سنتيم. هادي اختي راه كنديرها 3 اورو دير عليها اليوم 99 سنتيم. شوفوا البنات لماس لا مارك ديال ارنستو كانوا دايرين 4.99 اورو، اليوم اختي غير 99 سنتيم. شوفي لي اختي لماس كلشي 99 سنتيم. واحد الفيديو يا البنات نطرت قميزات الخبز اختي خديته غير فابور. جبت لكم واحد القنبله واحد القنبله يا البنات، نتيجه مضمونه من اول استعمال. نتيجه عرفتوا فرحانه اختي نبارطاجيها معكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا الوزبله ديالي اختي؟ قبل ما نخرجوا نتوكلوا على الله نمشيو اختي للمكازا ديالنا. ما شاء الله غديكم ان شاء الله لواحد المكازا غادي تشكروني عليها. قلت اختي قبل ما نخرج من الدار كيجوني البنات بزاف ديال الاسئله. عافاك اختي بشرى، بغينا شي حاجه اللي تبيض الوجه، بغينا اختي شي حاجه اللي تبيض الجسم يعني الجسم ديالنا كله، بغينا شي حاجه. والله الناس كيجوني بزاف ديال الاسئله، اخوات بغينا شي حاجه اللي تبيض المناطق الحساسه. اليوم اختي جبت لك واحد الوصفه واحد الطريقه للتبييض ديال البنات من اول استعمال. عرفتي البنات استعملتها جربتها البارح لحد البنات الفيديو اللي حطيت لكم ديال ايكيا وفاش خرجت مع وليداتي. شكرا لكم يا احلى اخوات على المساجات ديالكم الغزالين، على المساجات ديالكم زوينين. غير دخلت يا البنات للدار، دخلت كلشي للدوش، دوشت لهم وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم. المهم ما نحرقش المراحل، اول حاجه بغيت نبارطاجي معكم اشنو خديت اليوم الصباح من اكسيون. خديت واحد الحاجه زوينه اختي وبغيت نوريكم الطريقه ديالها وقولوا لي كي جات البنات، غندير عليكم اختي تجربه قدام عينيكم. خديت واحد الحاجه غزاله البنات، ها هي غنبارطاجيها معكم. هي هذه البنات دائما كنبارطاجيها معكم. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو اللي حطيت لكم الصباح في اكسيون، البنات غتلقاوه في اول تعليق، فيديو غزال يا اختي وجايبين واحد الجديد ديال الهبل، غتلقاوه في اول تعليق. هاد العيبات دائما كنبارطاجيهم معكم البنات، عاد كنقول لكم خذوهم من اكسيون. تقدري اختي تغيري الماريو ديالك، لي تيغواغ المجوره، اي حاجه. انا عندي هاد الموبل هذا البنات، هذا اختي كنجمع فيه غير داكشي، اي حاجه كنجمعها فيه البنات. هذا ايطاجير، هذا راه فيه ثلاثه ديال الايطاجات، كاين واحد الفوق وكاين الثاني وهذا الثالث، فهمتي البنات؟ وعندي هذا البلاكر هذا حتى هو اختي كنخزن فيه كلشي البنات. شفتوا دايره في ديك اللعيبه اللي كنت بارطاجيت معاكم في ليدل البنات وقلت لكم راه عندي هذا لافاليز واعره، اي حاجه بغيتيها البنات، احتاجيتي طرنفيس مقص، اي حاجه زوينه كتصلح في الدار البنات. فيه مترو، فيه انا خديتها البنات من اكسيو تقريبا شي 17 اورو ما عقلتش. اما في ليدل جايبينها وليدل كاليتي البنات، جايبينها ب 39 اورو. كننصحكم زوينه تكون عندكم هاد لافاليز في الدار، كتصلح لكم البنات لاي حاجه. دابا انا بغيت نبدل هذا وقلت غادي نبارطاجيه مع البنات وقولوا لي الراي ديالكم. راه خديتو البنات غير بشي 80 سنتيم. تقدروا تغيروا اي حاجه في الدار ديالكم، ماشي ضروري يكون بلاكار يكون مادي. هذه انا بحال بغيت نبدلها البنات، ما كانتش عجبتني انا غادي نبدلها اختي قدامكم. هذه البنات كنت دايرها شحال هذا، كتجي زوينه ولكن بغيت نبدلها. عجبتني هذه، قولوا لي الراي ديالكم البنات. يعني ماشي كاين غير هذا الموديل الاخوات، انا نبدلها. عاد شوفوا الطريقه بانها سهله، فهمتوا البنات؟ المهم انا حيدت هذه اللي كانت عندي انا في الموبل، عندي اختي انا حيدتها. شتي كتجي سهله البنات، راه سهله تقدري تبدلي اي حاجه. انا حيدتها ياك اختي، ودابا غادي ندير هذه اللي خديت من اكسيو البنات. نتمنى تعجبكم، هذه كتجي سهله البنات، غير 80 سنتيم كتحلي غير هذه اللعيبه. هذه سهله كيجي فيها هذا، قلت غادي نبارطاجي هكا حيت بزاف ديال البنات ما عارفينش، فهمتوا البنات؟ هانتوما البنات، نحيد غير هادو بجوج وهذه غندخلها هنا. صافي هي دخلات، غندير هاد اللعيبه هادي كنديرها هنا البنات صافي، وغندخل هاد اللعيبه اللي كتجي هكا، فهمتوا الاخوات؟ صافي غنركبها للور، يدي كيتزلقوا حك دايره لهم الكريم. سهله شتي سهلة يا اختي. ها يلا قولوا لي يا ام حسن، هادي جو بونس هادي. المهم كتبوا لي في التعليق ديالكم الله يستر عليكم، ام حسن هادي اللي كانت ولا هادي؟
جوبونز هادي البنات شتو جات على زوينتها غير بت البنات شتي 87 سنتيم 87 سنتيم وكاين بزاف ديال الديكورات جداد ديال الاخوات اللي جابوهم لكم في اكسيو جداد. اما هذه ماشي الموديل الجديد، هذه راه هي اللي كانت البنات هانتوما ركبتها فاسيلمون. هاد كتغيري اي هاد لي بواني هادو اي حاجه عندك ما عجباتكش، ولا دي فوا كتكون عندك في المجوره وحده بدات كتقشر ولا وحده تهرسات ولا فهمتوا البنات، يعني هذه اختي كتبدليها كتشريهم غير ب 87 سنتيم بدلي كاع داك التيغوار كاع دوك اللي عندك بالزربه فاصله تي اختي شتيني بدليهم وغادرم عليا رماهم عليا لا بوبي وصراتو على النعمين وكتبقى شي حاجه زوينه وديرها حتى في الماري فهمتوا البنات. المهم هذه اول حاجه. وثاني حاجه شوفوا البنات علاش غنقول لكم، عرفتوا عطاتني واحد النتيجه صادمه لدرجه انني قلت غادي نبارطاجيها معكم ضروري اختي، ما نقدرش هذه نخليها غير عندي انا. كيكون عندنا اللحم ديالنا دي فوا البنات يعني كيكون في ديك الزروقيه كتكون في ديك السموريه كتكون في ديك واحد اللون ماشي كلير، واحد اللون يعني حتى السمريه ما غنقولكش غادي تبياضي ولا يعني حتى السموريه راه في الجماليه ديالها السمريه لون زوين فهمتي، يعني غير هو كيكون يعني بريق كيكون لامع كيكون صافي. هادشي اللي بغيت نقصد انا كيصفي يا البنات والله عرفتي من الاستعمال الاول يا البنات من الاستعمال الاول اشنا هي هاد الحاجه كيفاش هي عرفتي البنات عرفتي شنو واعره هاد البنات. بارطاجيت معكم هاد التبريمه هادي ديال النيله الزرقاء الاخوات ديال النيله الزرقاء كتجي على هاد الشكل هذا، يعني كان اول استعمال كنت كنستعمل حويجات اخرين اما هادي كان اول استعمال ليها وهو البارحه البنات نتوما كتشوفوا قصة شويه ديال الماء عرفتي كتجي بحال الشكل ديال الحنه كيجي هو عباره على بودرة البنات كتدخلي معك واحد زليفه للدوش زليفه ولا طبيسل ولا على هاد الشكل هذا كديري غير شويه ما تكثرش انا راه كثرت البنات شويه كتدخلي هاد البودر هذا كديريها اختي فواحد الزلافه ياكي وفاش كديري في هذيك الزلافه البنات يعني انا زدت عليه شي ديال الصابون البلدي اختي ما بقاش عندي خاصني نشري هذا هو الصابون البلدي البنات الصابون البلدي هذا ماشي القماش ديال اكسيو ولا داكشي اللي كنبارطاجي معكم لا هذا القماش الصابون البلدي هذا اختي درت واحد شويه الصابون البلدي ودرت شويه من هنا درتهم في واحد الزليفه وخلطتهم هكا اختي بالمدافي عرفتوا شنو درت البنات درت على صحتي كامله البنات صحتي كامله على وجهي على عنقي على يديا عرفتي برمت راسي البنات كامله الاخوات. المهم ما خليتش بزاف عرفتي ما خليتش الاخوات بزاف واحد شويه هكا بين ما المهم بين ما سميتو صافي اختي وانا نشلل شللت بالماء يعني حيدت هذاك الماسك هكا على وجهي درت توجيه للناس حيت مع الحنه قلت ويلي عندك عيس بغلي الوجه ديالي الصباح يصبح وجهي ليموني ولا احمر ولا ما عرفت حيدت كلشي عرفتي يا البنات هزيت اختي الكيس انا البنات راه ديما كنجيب معايا الكيوسه هانتوما يا اختي هانتوما انا راه ديما كنستوفيها هانتوما البنات كيكون عندي جديد ودائما عندي كنجيب من المغرب ما نكذبش عليكم ولكن اختي راه كاينه حتى في المارشيات ديما عندي جوج اخرين لو زوينه ديالي اش كندير اختي كندير الكيس عرفتوا يا البنات غير ديك الحكه باش درت هكا راه غحشم نصور لكم كنت غناخذ غير واحد التصويره ديال يدي ها واحد المقطع ونخليه لكم عرفتي شنو هي سباكيتي يا البنات عرفتوا شنو هي سباكيتي وراه سباكيتي يا الاخوات سباكيتي اللحم ديالي يا البنات عرفتي بحال اش غنقول لك اللحم ما هو كيخرج لي شي اختي داك الوسخ اللي خرج ليا عرفتوا الوسخ يا البنات الوسخ عرفتي ما بغاش يتحد ليا حشمت ويلي حشمت يا البنات عرفتي دوشت يا البنات صافي ساليت حكيت اختي غسلت شعري بشامبو اللي كنبارطاجي معكم دائما البنات هو هذا اختي عندي ستوك البنات هادشي اللي كتشوفونا راه كندير ستوك البنات شامبو اللي كنغسل دائما بشعري كندير هذا غسل شامبو ودرت الديميلوغ ديالو هو اصلا شو البنات كيجيو لا ميش كيجيو كيبري البنات الشعر ديالك كيجي كيبري لا لي ميش ولا الصباغه ولا زوين هذا كيخلي اللون في الشعر على زويناتو. المهم صافي اختي غسلت شعري صافي اختي دوشت عرفتي فاش نشفت اش غنقول لكم يا البنات ولا اللحم ديالي اللحم ديالي يا البنات ورا ما قلت واش بال بلا ما نلبس حوايج هاي ما نكذبش عليكم البنات غير قولي شي بنات. المهم عرفتي يعني انت كتعشقي راسك انت كيعجبك راسك فهمتوا البنات عرفتي انت يا اختي كيعجبك راسك ودرت اختي ديك البارفان ديال كريستينا خليت حتى برد ديال اللحم ديالي شويه حيت ما كنديرهاش ماشي البارفان البغيم ديال كريستينا كنبارطاجيها معكم دائما باش خشي نجيبها لكم هي هذه اختي كريستينا عرفتي كنحماق عليها يا البنات هذه انا شنو كندير لها هانتوما البنات باغي تشرب بحال شريته هذه البنات دابا انا فاش كندوش ماشي بحال كتخرجي من الدوش اللحم ديالك باقي سخون وترشيه عليك لا كتخلي حتى كيبرد اللحم ديالك حتى كتبردي حتى كديري وعاد اختي رشيها على اللحم ديالك وكترشيها عرفتي كترشيها كتبقى فيك واحد الريحه
واحد الريحه يا البنات، واحد الريحه خطيره خطيره. هذه ديال كريستينا، هاد الكحله راه كتجي شويه غاليه البنات، راه الاخرين دايرين غير شي جوج الاورو، جو بونس اورو 95، جوج الاورو 95، حتى هما كتكون فيهم ديك الريحه زوينه خفيفه. ولكن اختي انا كتحمقني هادي، العشق ديالي من نهار استعملتها ما بدلتها، ما بدلتهاش البنات، ما نكذبش عليكم، هي هذه اللي كنستعمل. عرفتي قلت لكم البنات بالنسبه لهاد التبريمه هادي، غتقولي بوشرى مني غادي ناخذوها. هاد التبريمه هادي راه بارطاجيتها معكم من ولد البنات اللي كيصيفطها من المغرب، هادي اختي في حاله ما بغيتو صيفطها لكم. ولكن اختي راه كاينه حتى في مارشي اوبيس، يعني الاخوات ماشي غير مارشي اوبيس، يعني فين ما كنتي اختي في المارشيات، في المارشيات غير هو ننصحك اختي خذي ليا التبريمه ديال النيله الزرقاء، ديال النيله الزرقاء البنات. راه كندير حتى الكوماج حتى الماسك ديالها، انا عزيز عليا البنات النيله الزرقاء، كندير حتى الماسك ديال النيله الزرقاء، راه دائما كنبارطاجي معكم. واعر بالنسبه للوجه كندير النيله الزرقاء، وكندير البنات حتى الماسكات اللي كنبارطاجي معكم دائما ديال اختي، ديال عندي هذا، عندي حتى واحد الواحد اخر ديال الطل الاخضر، واعر 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 البنات. راه ضروري اختي ماسكات، راه ما غاديش تعولي على واحد الحاجه غادي دير لك الوجه ديالك، راه ضروري اختي خاصك تعاوني بماسكات طبيعيين، راه واحد الكريم ما غاديش نقولي غتبيضك، راه ضروري اختي خاصك تعاوني داك الكريم باش تبيضك. المهم هادو اختي كننصحكم بهم، هادي خديتها من مارشي اوبيس، وهادي اذا كنتو انتريسي اختي، الا كنتو انتريسي البنات ضروري اختي ضروري 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 الله يستر عليكم، والله تقلب لكم عليها. الا كنتو انتريسي كتبوا لي في الميساجات البنات، نمشيو لمارشي اوبيس نبارطاجيها معكم، نوريكم عند من كتكون، لان كتكون في مارشياتكم. ماشي نقول لك مارشي اوبيس، بزاف ديال الاخوات بعيد عليهم اختي مارشي اوبيس، فهمتوا البنات، بزاف ديال الاخوات بعيد عليهم. يعني سيري اختي الاقرب مارشي ليك، سيري عند العرب. انا كنمشي عند واحد السيد البنات راه كاين في مارشي اوبيس، داك السيد الغليظ غليظ راه داير شويه ديال الحياه، راه كيهضر شويه عربيه فهمتي، واحد الانسان الله يعمر هضره دائما. هو من عندهم كنشري الماسك ديال النيله الزرقاء، الصابون البلدي، خاصني اصلا نمشي عنده باش ناخذ الصابون البلدي، وغادي نسولو حتى على التبريمه الا كنتو اصلا باغينها. هذه البنات راه ديال قلعه مكونه، ها هي اللي تبييض الجسم، كتحيد البنات حتى دوك الخلايا الميته من الجسم، كتحيدهم لكم، تعملوا على تليين البشره، تعطي للجسم نضاره طبيعيه للتبييض المناطق السوداء، المناطق السوداء يعني بزاف ديال المناطق الحساسه. كيقولوا الاخوات هكا بغينا، يعني راه زوين البنات، انا عطاتني نتيجه، عطاتني نتيجه هذاك الشيء اختي باش بغيت نبارطاجيها معاك، فهمتوا البنات، شي حاجه زوينه اللي سيري اختي خوديها ورحمي ليا الوالدين عليها. هذه اختي ديال التبريمه يا البنات، انا ديك عامر راسي من راه انا ما كنحكش البنات، انا كل نهار يعني السيمانه كامله كدوشي، ولكن اختي في هكا نهار الحد ولا السبت ولا اختي كتدخلي وليداتك كنسخني اختي الدوش، كنرطح حمام يا البنات الصابون البلدي وراه غرا بالريح. كتقول لي بنتي ماما اون فخوت اجوردي، كنقول لها وي ماشي غير اون فخوت، كيحملوا شي بنات الحكم، ولكن كنحك لهم، كندير لهم الصابون البلدي، كندير لهم شومه التبريمه وليداتي، كندهنهم غير الصابون البلدي وكنحك لهم. ولكن اختي انا هادي خصوصا هادي واعره يا البنات، دوز ولادي ما نطولش عليكم، نخليكم اختي مع الفيديو ديالنا، ان شاء الله نمشي اختي نبدل حوايجي ونخرج اختي نشوف اختي فين غادي نديكم. ما تبخلوش عليا الله يستر عليكم بالجيم والبارطاج وكومونتير زوين، وقولوا لي اختي كي جاتكم هاد اللعيبه هادي، وهذا لك انتو انتريسي غادي نقلب لكم عليه ضروري يا البنات اللي التبييض ديال الاخوات من اول استعمال. ونبداو على بركه الله اخواتي الجوله ديالنا، اختكم بشرى البنات جيت كنجري الليدل، جيت البنات كنجري الليدل على واحد البرومو، واحد البرومو خطيره 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 خطيره، كاينه في ليدلات كلهم البنات، كاينه اختي في ليدلات كلهم. انا البنات كنت بارطاجيت معكم هذا المشاوه وهذا الشيء ب 29 سنتيم في ليدل ديال لوزان، وكنت باغا نبارطاجي معكم حتى لما استهما جات واحد السيده خدات كل شيء يا البنات، اقسم لكم بالله وما خلت ليا ما نصور، فهمتوا لي، لهذا ما بارطاجيتهمش معكم، وقلت لكني ان شاء الله غادي نمشي لليدل ديال لاغبغيل وغادي نبارطاجي مع الاخوات. الله يستر عليكم هاد لي كوتون هادو لا مارك ديال ارنستو، هادو البنات بعدا هذا انا غادي ناخذو، غناخذ واحد وغادي ناخذ هذا البنات، غناخذ هادو كلهم صباس 99 سنتيم البنات كلهم، هاد لي كوتون هادو فين ما لقيتيهم في ليدلات كاملين اختي هزيهم وسيري لاكيس، هزيهم اختي وسيري لاكيس صباس 99 سنتيم البنات. هادو غناخذ ديال الخبز وغناخذ هادو ديال الخضره، هادو غناخذهم بجوج، مي هادو البنات ها هما غادي نخليهم بالنسبه للاخوات اللي قريب ليهم اختي ليدل ديال لوزان، ليدل ديال لاغبغيل يجيو ليه، ليدل ديال لوزان يقدروا يحطوا فيه. المهم سيروا اختي ليدلات ديالكم كاملين، ليدلات البنات كاملين هاد الماس هذا، غادي ناخذ ما عطوش ناخذ هذا البنات حك بجوج ديال الخبز، ناخذ هذا تقريبا هذا
نجبدو السلويله ونخلي هذا فهمتوا، ما ناخذش بزاف ولا ناخذ جوج واحد كندي لمامتي. البنات يعني غيبقاو لكم ب 99 سنتيم. الاخوات الله يستر عليكم، بغيت هذا الفيديو يتبارطاجا، هذا الفيديو يتبارطاجا لي كوطو كاملين هادو، دير لهم ليكيداسيون في اليدلات كاملين البنات الله يستر عليكم. غيبقاو لكم ب 99 سنتيم. هادو اختيارات ديال اينوكس، راه ما كيصدي وما حتى شي حاجه، لا مارك ديال ارنستور ما عرفتش البنات بشحال كانوا دايرهم، شي 3 اورو 99، دابا سا باس ا 99 سنتيم. ها هي البنات 99 سنتيم. بالنسبه للمشاوه، بالنسبه لهادشي كامل البنات، القطبان، الصفايه، هادشي ديال الباربيكيو البنات، راه داروا لهم غير 29 سنتيم. بارطاجيتهم معكم في لوزون، وهما البنات في ليدل، في ليدل ديال لاغبريل اللي حداها شي ليدل الله يستر عليك. غنحط لك الفيديو تو تسويت، بغيتكم البنات طيروا تبروفيتي والله يستر عليكم. راه كلشي صباس هادو غناخذهم، كلشي صباس 99 سنتيم. حط لكم هاد لي بغوص هادو الاخوات هانتوما، والله يا البنات الا كنت غاديه لمكازا اخرى ولكن جيت حك هاد الموديلات هادو لقيتهم البنات انا في لوزان، ما بارطاجيتهمش معكم غير باش ما يجيش الفيديو طويل، قلت ضروري غادي نمشي ليدل باش هكا البنات يستافدوا، واللي عجبتها شي حاجه تمشي تاخذها. هاد لي بغوص هادو داروا لهم البنات غير 79 سنتيم. ها هي خديتها البنات، والله القسم الا خديتها يا شتي. ها هي البنات هادي زوينه، علاش عجبتني الاخوات؟ هادي ديالتي هي خديتها، هادي بحال دابا عندك شي قرعه ديال الماء، عندك البيبغو على حسب الوليدات ولا، وكتجي هنا فيها هادي كتجي قاصحه، البيبغو القرعي ديال الماء يعني ما كتعرفيش كيفاش تنقيهم من الداخل. زوينه هادي البنات، راه غتبقى لكم غير 79 سنتيم، كاينه في ليدلات كاملين. ما عرفتو الخا ولد وخيا البنات، شوفوا ليا لي لانجات الاخوات دير لهم 50 سنتيم، هادو زوينين البنات. هادو اختي كتحطي هكا في الدوش في الطواليت اعزكم الله، كينقيو لكم البنات، يعني هادو واحد تنظيف سريع زوينه. هادي اختي ديال الدوش فيها 25 بياسه، وهادي البنات ديال الفيتخ ديال الزاج قال لك كترد لك الزاج كيشعل، ها هي اختي فيها 40 بياسه، ديري لها اختي غير 50 سنتيم، 50 سنتيم يا البنات. ها نتوما اوفر سبيسيال. دابا اختي جاي البرد، ضروري اختي ما تاخذي لي واحد الكريم ديال اليدين اللي زوينه اللي كترطيب لك اليديات ديالك، عرفتوا يا البنات ما غتلقاوش حسن من هذه، كننصحكم بها ديال ليدل. شوفي لي اختي بيو ومصايبه بالزيت ديال الزيتون اللي ترطيب اليدين البنات، هذه اختي ديال اليدين وخصوصا في هذه الوقيته الاخوات. شوفي لي الثمن ديالها، ها هي غير اورو 48 يا البنات، هي اصلا كانت رخيصه وعقبوا البنات لقيتهم ناقصين فيها 21%. ها هي اختي غتبقى لكم غير اورو 48. واش كتعجبني كتقدري اختي ديريها حتى في السويك ديالك، مصايبه بزيت الزيتون البنات طبيعيه. حاطه لكم هذه، حاطه لكم البنات حتى الحليب، هذا شنو هو هذا؟ جلدوش البنات، ها هو جلدوش، شتو جلدوش داير له اورو 89. شو القرعه قداش كتجي؟ هذه كننصح بها بالنسبه للابو ديالو ناشف، اللي لابو ديالو ناشف يستعمل هذه، وحتى الوليدات لانها بيو طبيعيه وكترطب الجسم. حاطه لك اختي حتى الحليب، يعني كتاخذي لاكام اختي البنات، هاد لاكام راه حاطينها في اليدلات كلهم. ها هو الحليب البنات، هذا حليب بوغ لوكور. شو اختي كتجي القرعه كبيره ما شاء الله، ومصايبه بزيت الزيتون فيغان طبيعيه ما فيها حتى شي حاجه، والله اختي ما تلقايهاش بهاد الاثمنه هادي. ما عرفتش شنو هو الثمن ديالها، ولكن غتكون البنات تقريبا حتى هي غير اورو 89. فين غتلقاي هاد القرعه كبيره ديال الحليب بيو اورو 89؟ هانتوما الاخوات والله قسم حاطينهم في ليدلات كلهم البنات. شوفي لي اختي الديودورو ديالي، قولي واش راه البنات كنحماق عليها، وهي اصلا اللي دايره دابا وكندير دائما، هي هذه ديال الخوخ ما غاديش ناخذها، ولا راه كنخمم كاينين فيها الجات البنات. هادي اختي غير اورو 49. ديودورو واعره كتعجبني يا البنات، انا كتحمقني شي حاجه ديال اللي فخوي هكا، ريحتك تكون فيها ريحه اللي فخوي اختي، كنحماق نكذب عليكم. اورو 49 الرخا والرباخه. شوفوا يا البنات، شوفوا لي اختي لي سيرفييت، شوفوا يا البنات هادو ديال الشعر غادي ناخذ منهم علم زويناتهم يا البنات، وفنين فنين كتجي زوينه. كتغسلي الشعر ديالك اختي وكديريها البنات على هذا الشكل هذا، ها هي اختي نوريها لك، كتجي على هذا الشكل هذا. شوفي اختي كنديرها جوج الاورو 99، دير لها غير 99 سنتيم، وعلم زويناتهم غادي ناخذ منهم ديال الشعر البنات، ناقصين منهم جوج الاورو اللي حداها شي ليدل يا البنات الله يستر عليكم. طيروا استافدوا، هادو راه كيكونوا ليكيداسيون البنات، باغيين يحيدوهم ها هما البنات. شوفوا راه باقيين ما شاء الله، انا كنصور لكم في ليدل ديال لاغبغيل، ولكن نتوما سيروا ليدلات اللي حداكم خديها وسيري لاكاس سولها قول لها بغيت نعرف شحال الثمن. كتجي زوينه، كيجي فيها لاستيك من هنا وكتعقدها هي الصديفه، وكتجي فيها هاد الوريضه هادي، وغير 99 سنتيم الاخوات.
قال لكم هاد السويعات والبنات عجبوني فنين فنين. هاد اختي كانوا دايره 24 اورو 99 دار لهم 19 اورو 99. هذه كتجي اختي السميطه ديالها كتقدري تبدلي ليها السميطه فيها المكانه كتحسب لك اختي شحال تمشيتي دقه القلب عرفتي فيها البلوتوث عالم زوينه. هيا البنات شوفي لي اختي وفيها اللوينات حاطينها لكم في ليدل 19 اورو 99. شوفوا يا البنات الحلال ما شاء الله. شوفي هي اختي الكفته هانتوما دايره 3 اورو 89 لي كوردون بلو اللي كيحطوا لكم بزاف يا البنات ديال الحلال في ليدل. واخر حاجه اختي غنبارطاجي معكم هي البارفان العجيبه الغريبه الواعره البنات. راه بارطاجيتها معكم في المشتريات خديتها ريحتها زوينه ايميتاسيون ديال ماركه عالم ديال البنات 3 اورو 74. بالنسبه للوف اللي كيسولون عليها بزاف البنات كيقول لي بوش راه ما كنلقاوهاش اختي راه كطير السلعه هنايا راه كطير البنات. هاد البارفان ما كتبقاش يعني ولكن راه دائما كيحطوها. هي البنات لقيتها 3 اورو 74 ايميتاسيون اختي ديال جاده. اللي باقي ما خداش البصله البنات راه باقا بروموسيون راه ديري لها 3 كيلو ديري لها اختي غير اورو 99. ودابا اختي جيت ناخذ الخبز بما انه عندي غاتوي ضروري ناخذو البنات وعندي حتى مطيشه ناقص 15% غادي ناخذها يعني كنشوف حتى لي برومو اللي عندي. شوف البنات هاي عندي مطيشه اليوم الاخر فيها الاخوات غناخذ مطيشه. عندي بزاف ديال الحويجات اللي ناقصين فيهم فهمتوا يعني بحال الفخوماج حتى هو عندي ناقص 15%. عندي بزاف ديال الحويجات كنقولها لكم دائما البنات ضروري تشارجوا البنات ليدل بليس لان كتستافدوا من بزاف ديال الحويجات الاخوات.